الماده اللي ما غاداش تقريها لك لافاك وما غاداش تقريها لك المدرسه، وعندها واحد الدور مهم ووزن ثقيل وتاثير كبير على مستقبل الطالب، ولكن الاغلبيه ما كيديهاش فيها وما مسوقش ليها دابا، وتيقول حتى نسالي ونعرف هادشي، انا يلاه بادي كيكفي انني نفاليدي لي موديل ديالي وننجح باش ناخذ الدبلوم ديالي. يا اخي هادشي راه حاجه طبيعيه وخاصك تفاليدي باش تنجح وتاخذ الشهاده ديالك، ولكن كاين ان موديل اللي كيربط مع شنو كتقرا دابا والواقع شنو فيه وباش غادي تخدم وشنو غادي يحتاج منك السوق باش تصورت في الخبز وتعيش. هو هاد السلسله اللي درت لك خاصك تفاليديها وتعطيها وقتها كيف ما كتعطي المواد الاخرين باش تدوز فيهم امتحان وتنجح. المهارات اللي شاركت معك وطرق البحث عن عمل او ستاج وكيفاش تصيب سي في ولا تخدم موتيفاسيون وتوجد ان ماين وتفتح حساب في لينكدين وانديد وتدخل في التواصل مع الناس، هادشي ما غاديش يقريه لك الاستاذ ديالك وما غاديش تعلمو لك المؤسسه اللي فيها وما غاديش يوقف عليك شي واحد في الطريق باش يوريه لك، ولكن انت خاصك تكون فضولي وكتبحث وكتنبش ما كتزقاش وفيك العافيه كتقلب على المعلومه وباغي تطور راسك. الحاجه الوحيده اللي غادي تخليك ما تعانيش من بعد ما تسالي قريتك وتشد الدبلوم ديالك ان شاء الله هو تفاليدي هذا الموديل اللي غادي عليك. الوقت اللي كتوفر باش تفرج في بحال هذا الفيديو وتوعي راسك وتوجهه فهو استثمار فيك، ان انفستيسمون، وكن اكيد انه من هنا العام غادي يبان لك واحد الفرق كبير بينك وبين صحابك وغادي تحس بالصح بلي راك انت كدير شي حاجه اللي ما كيديروهاش هما واللي تزيد عليهم، وهذا هو اللي غادي يسمح لك ملي تسالي قريتك تكون زيد على بزاف المترشحين اللي غادي يكونوا دافعين معاك في شي حاجه. وبما ان الخدمه هي القصه ديال كاع الشباب وكل واحد كيطمح يوصل لهذا الهدف ويحقق راسو وسط الاسره ديالو وسط المجتمع، فلا بد تكون كتبع واحد السيد اللي غادي يزيد يفتح لك عينيك مزيان ويساعدك ويعاونك في التاطير والتوجيه ان شاء الله. وكيدا دي فورماسيون مجانا مع واحد المنظمه اللي سميتها EFE اللي تقدر تستافد منها حتى انت ملي تكون خارجه. هذا السيد سميتو كريم كانوت، تقدر تكون كتعرفو ولا ما كنتيش كتعرفو، فيكفي انك تطابي الاسم ديالو في يوتيوب وغادي يطلعوا لك بزاف ديال لي فيديو على تقنيات البحث عن عمل، كيفاش تلقى خدمه، كيفاش توجد راسك لميدان الشغل، ويمكن لك تتبعو حتى في انستغرام باش ملي تكون الفورماسيون اللي كيدير مع EFE تسيق ليها الخبر، وهذا الشيء غادي يساعدك باش تولي تشوف داكشي اللي كتقرا من زوايا مختلفه ومتعدده وما تبقاش محدود. صراحه ما كرهتش هذه السلسله ما تساليش، ونزيدو نشاركو مواضيع مهمه واللي كتخص الطالب، ولكن باش ما يكونش داكشي طويل بزاف وما يعكزكش باش تشوفو نمشيو هكا بهاد الفيديوهات القصيره دقه دقه، ومازال ان شاء الله سلسلات اخرين وعندهم دور كبير في حياه الطالب واللي ما غاديش نخبيو عليكم بطبيعه الحال دقه دقه حتى يحمل الواد. الله المعين.